مثال تاني، انا عاوز دلوقتي احسب على واحد زائد اكس ترانسبوز زد تربيع، عاوز اشوف ده اما يتفك هيعمل لي مابنج شكله ايه. احنا لما عملنا اكس ترانسبوز زد سكوير بس عملت لنا مابنج من 2 ل 3، طلعوا 3 ترمات. عاوز افك ده واشوف هيطلع لنا ايه. لازال زي ما قلنا عندنا اهو اكس ترانسبوز زد عباره عن اكس 1 زد 1 زائد اكس 2 زد 2، ده الاكس ترانسبوز زد الاوريجينال بيساوي الكلام ده، وده هيساوي 1 زائد اكس ترانسبوز زد اللي هو اكس 1 زد 1 بلس اكس 2 زد 2، الكل ده سكوير شبه اللي فات بس احنا زودنا بس جمعنا واحد بس، زمان كان طلع الترمين دول. عاوزين نربع ده، هيساوي الاولاني تربيع، ركزوا معايا عشان لو انا غلطت، واحد زائد الترم الثاني ده كله تربيع، اربع ده يعني هيبقى ايه؟ اكس واحد تربيع زد واحد تربيع زائد اكس اتنين تربيع زد اتنين تربيع زائد اتنين في الاولاني اكس واحد زد واحد في الثاني اكس اتنين زد اتنين، ده كله كده، ده كان التربيع بتاع ده، زائد الاول في الثاني في اتنين، اتنين في واحد باتنين في اكس واحد زد واحد زائد اكس اتنين زد اتنين، بس مفيش تربيع خلاص. نسيمبليفاي يبقى عندنا ادي واحد زائد اكس واحد تربيع زد واحد تربيع زائد اكس اتنين تربيع زد اتنين تربيع زائد، انا بحط دي هنا 2 اكس 1 زد 1 اكس 2 زد 2، او خليها عادي حتى عشان ادي الترم الثاني اهو 2 اكس 1 زد 1 اكس 2 زد 2 زائد 2 اكس 1 زد 1 زائد 2 اكس 2 زد 2. عاوز بس اري اوردر دول، هعيد ترتيبهم بس، هاخد ده الاول اكس واحد تربيع زد واحد تربيع زائد اكس اتنين تربيع زد اتنين تربيع، باخد الاوردرز الكبيره الاول زائد اتنين اكس واحد اكس اتنين زد واحد زد اتنين، بس رتبت زائد اتنين اكس واحد زد واحد زائد 2 اكس 2 زد 2 زائد 1 اللي هو الاخراني خالص، ده هيساوي، ممكن اكتبه بشكل ثاني، اكس 1 تربيع زد 1 تربيع، ادي اكس 1 تربيع ادي زد 1 تربيع، عشان لو اضربهم في بعض هيطلع ده اكس 2 تربيع زد 2 تربيع، يبقى ادي اكس 2 تربيع زد 2 تربيع 2 اكس 1 اكس 2 زد 1 زد 2، ال 2 دي هاخدها مرتين، هاخد هنا جذر 2 وهنا جذر 2، اكس 1 اكس 2 زد 1 زد 2، هنا 2 اكس 1 زد 1 يبقى هنا جذر 2 اكس 1 زد 1، سوري جذر 2 اكس 1، هنا يبقى فيه جذر 2 زد 1، وسع بس حته كده، الترم الثاني هنا جذر 2 اكس 2 زد 2، يبقى ادي جذر 2 اكس 2 وادي جذر 2 زد 2، الواحد ده هيبقى واحد في واحد كده، حصل ضرب دول هو نفس المعادله، فانا بس عملتها في شكل حاجه ترانسبوز في حاجه، يعني ده كانه بقى اكس ترانسبوز وده عباره عن زد. المابنج اللي هنا عاوزين نكتب شكل المابنج ايه دلوقتي؟ احنا كان عندنا الفيكتور الرئيسي كان عباره عن اكس 1
اكس 2 ده اللي هو الاكس، عملنا له مابنج الى، خد الارين ربعه اهو، ربعت ده اكس 1 تربيع، وبعدين هنا خد الثاني ربعه اكس 2 تربيع، اضرب جذر 2 في الاول في الثاني، جذر 2 في الاكس 1 في اكس 2، بعدين خد الاولاني اضربه في جذر 2 بس، جذر 2 اكس 1، خد الثاني اضربه في جذر 2، جذر 2 اكس 2، حط واحد هنا. ده الفانكشن بتاعتنا. هتلاحظ ان نفس الفانكشن مطبقه على الزد، ما ينفعش يختلفوا، هي نفس المابنج فانكشن. فدي المابنج اللي هي بتعمله كده. اللي احنا في الاخر بنرسم الفانكشن مابنج، بنقول فاي عباره عن اكس 1 واكس 2 يحصل لهم مابنج الى اكس 1 تربيع اكس 2 تربيع جذر 2 اكس 1 جذر 2 اكس 2 1. يعني هنا كنا 2 في 1، هنا بقينا 5 في 1، فعليت الدايمنشن من 2 الى 5. وده شكل المابنج بتاعنا اهو اللي احنا اخترعناه منين؟ من دي. عاوز اطبق نفس المثال اللي فات. اقص بس الحته دي معانا. ادي المابنج اللي عندنا. نرجع لمثالنا القديم بقى. الاكس عباره عن 1 و2، الزد عباره عن 3 و4. اللي انا عاوز اعمله، عاوز اماب الاكس والزد وبعدين اجيب اكس ترانسبوز زد. ده الهدف بتاعنا. يعني الهدف بتاعنا اهو كالكوليت اكس ترانسبوز زد افتر مابنج يوزنج فاي، حيث الفاي بتاعتنا اهي الفاي اللي احنا بنتكلم عليه. هحسب بالطريقه العاديه كرنل، خد بالك انا لازالك كرنل كويسه بالنسبه لنا، يعني حتى لو ماشي بالطريقه دي هيحسب لي، هيعلي لي الدايمنشن، وبالتالي ممكن ينفعني بعد كده في ايه؟ في كلاسيفيكيشن. انا همشي بطريقه تراديشنال، بعدين نشوف الكيرنل تريك هتعمل ايه. تعالى ما بالاكسات، وبيقول لك هنا اعمل ايه، خد اكس 1 تربيع يبقى 1، اكس 2 تربيع 2 في 2 ب 4، جذر 2 اكس 1 جذر 2 في 1 جذر 2 اكس 2 يبقى 2 جذر 2 1 اهو، 1 2 3 4 5. دي الاكس الجديده بعد المابنج. نفس الكلام عاوز اعمله في الزد. ربع الاولاني 3 في 3 ب 9، ربع الثاني 16، جذر 2 في الاولاني 3 جذر 2، جذر 2 في الثاني 4 جذر 2 1. دول الاثنين فيكتورز اللي عندنا. عايزين بعد كده نحسب ده ايه الزد، هسميه زد هات بعد المابنج. يعني عايزين نحسب اكس ترانسبوز زد بس بعد المابنج، الاكس اللي هي ماب والزد اللي هي ماب، كاني بقعد في معادلتنا بتاعه اس في ام بس بعد ما عملت مابنج للتريننج داتا عشان اقدر افصل. الكلام ده هيساوي 1 4 جذر 2 2 جذر 2 1 في 9 16 3 جذر 2 4 جذر 2 1 هيساوي 9 في 1 ب 9 زائد 4 في 16 ب 64
زائد جذر 2 في 3 جذر 2 يبقى 6، زائد 2 في 4 ب 8، 8 في 2 ب 16، زائد 1. نحسب الحسبة دي، ادي كده 64، ادي كده 70، 70 ادي كده 80. ما فيش كده حاجة ناقصة ولا كله مظبوط كده؟ احسب كده تاني بس لما راجع تاني. تقريبا كده دكتور المابن فانكشن مش صح قوي يعني، حضرتك ممكن تتأكد منها بس. في حاجة ناقصة ما بين فانكشن؟ كده السلايد اللي فاتت، طيب ممكن حضرتك تجيبها اه، سلايد؟ 1 2 3 4 5 6، دي 6 في اه يا 1 صح؟ دكتور اه بالظبط. صح، واضح ان انا عملت غلط. المفروض دي 6 في 1، يعني كان في عندنا هنا نزودها جذر 2 زائد 1 زائد 2، 1 2 3 4 5، لا سوري معلش، لا ده دي صح، 1 2 3 4 5 6، دي هي اللي كان فيها غلط، كلامك مظبوط. بس خلينا نعيد كتابة دي مرة ثانية. في ترم انا وقعته اللي هو جذر 2 اكس 1 اكس 2. بين الفانكشن بتاعتنا عبارة عن اكس 1 تربيع، اكس 2 تربيع، جذر 2 اكس 1 اكس 2، وبعدين جذر 2 اكس 1، وبعدين مش عايزين ده، جذر 2 اكس 2، وبعدين 1. دي الفانكشن بتاعتنا، فيها 6 ترمات مش 5. نرجع بقى ايه اللي بتاعتنا اللي هي كانت هنا دي، عايزين برضو نصلح دي شويه. يبقى كده عندنا هنا كان في كمان جذر 2 اكس 1 اكس 2، بعدين جذر 2 اكس 1 اكس 2. نصلح دول برضو، معلش ايه الخطأ كله بيتراكم يعني. ادي مرة تانية، واحد تربيع اتنين تربيع، وبعدين كان في عندنا هنا جذر 2 اكس 1 اكس 2، جذر 2 اكس 1 اكس 2 ب 2 ب 2 جذر 2، يبقى هنا في 2 جذر 2. هنا كمان 3 في 4 ب 12 في جذر 2، يبقى هنا 12 جذر 2. يبقى هنا كده هنزود دول، خليني بقى ايه اتفضل لحظة، اكس هات ترانسبوز زد هات اللي هي بعد المابنج هيساوي 1 4 2 جذر 2 جذر 2 2 جذر 2 1 1 2 3 4 5 6. تمام كده، هنا 9 16 12 جذر 2 3 جذر 2 4 جذر 2 1. نضرب بقى ده في ده، 9 في 1 ب 9، 4 في 16 ب 64، 2 جذر 2 في 12 جذر 2، 2 في 12 ب 24 في 2 ب 48، زائد جذر 2 في 3 جذر 2، 3 في 2 ب 6، 2 جذر 2 في 4 جذر 2، 2 في 4 ب 8، 2 ب 16، واحد في واحد. لو حسبنا الحسبة دي ممكن نحسبها، لحظة واحدة هحسبها لكم بالكالكوليتر.
ادي 9 + 6 + 4 + 8 + 6 + 16 + 1 = 144. ادي النتيجة بتاعتنا. انا عاوز بس افكرك تاني، احنا جبنا الفاي ازاي دي؟ ارجع لورا تاني اهو، 1 + x + z² كانت الفاي، كنا نقول 1 + x ترانسبوز z الكل سكوير. دي اللي احنا طلعنا منها الفاي بعد كده. طيب يوز كيرنل تريك تبقى 12 سكوير بقى، ما شاء الله. هو اهو شفت ازاي اكس ترانسبوز زد بتساوي كام لوحديها؟ 11. 3 في 1 ب 3 و 2 في 4 ب 8 11. 11 زائد 1 12 سكوير، سبحان الله، 144. هي بالظبط. يبقى احنا عملنا دلوقتي 1 + 1 2 × 3 × 4 عشان بس نفتكر سكوير. دي اللي كانت اكس ترانسبوز، دي اللي كانت هي زد، 344. دي هي دي. يبقى الخلاصه بس كل اللي عليك نقي لي كيرنل فانكشن وقول لي كان اصلها جايه منين، زي هنا كده. طبعا مش كل الفانكشن تنفع تبقى كيرنل، يعني مش اي مابنج تخترعه وخلاص ينفع. لازم الفانكشن اللي انت تطلعها دي تكون اما انا بفك الشكل بتاعنا ده ينفع يتقسم الى ده وده يطلعوا زي بعض بالظبط. ارجع لورا تاني اهو. نتيجه الفكه بتاع دي اما فكيناها اهو طلع شكلها زي كده. دي كانت سيبارابل، بص دول كلهم اكسات دول كلهم زدات وبنفس المابنج، ربع الاولاني ربع الثاني، ربع الاولاني ربع الثاني، الاولاني في الثاني في جذر 2، هو نفس المابنج اللي هو الفاي بتاعنا بالظبط. فانت هنا استخدمت كيرنل فانكشن بترفع من 2 إلى 5 عن طريق ان احنا خدنا ايه؟ ده تربيع. قبل كده كانت بترفع من 2 لـ 3، المره دي من 2 لـ 6، ناس دي 6 مش 5، مجرد بس جمعت الواحد هنا. بقى مابنج محترم بيرفع الدايمنشن 6. بينما انت فعليا في الكالكوليشنز بتاعتك جوه البرنامج اللي هتعمله ايه؟ هتضرب الاكس الاصليه اللي عندك. في الزد الاصليه اللي عندك اللي هي اكس تربوز زد. اللي كانت ما بتنفعناش خالص والديتا ما هياش لينيرلي سيبرابل. كل بقول لك بعد ما تجمع تضرب ده في ده اجمع واحد وربع. اظن دي ما تكلفكش حاجه في البرنامج. ده يكافئ ان انت رفعت الدايمنشن بكل القصه دي، خليته بقى 6 اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي كده، وطلعت ده وطلعت ده ورجعت ضربتهم ترانسبوز في بعض. نفس النتيجه دي هي نفسها دي. انا بقول لك هاخد دي الاوريجينال اهي. دول الاوريجينال اللي كنت هتستعملهم اوتوماتيك من غير ما تعمل مابنج. بعد ما تضربهم اجمع واحد وبعدين ربع. بس ده يكفي انك عملت كل القصه بتاعت المابنج دي. ممكن بقى بنفس الطريقه بس لو انت عندك وقت بقى حط الاثنين دي 3. ما شاء الله هيكبر لك شويه ترميات محترمين، ما اعرفش هيطلعوا بقى قد ايه في قد ايه. حط دي ب4 هتلاقي المابنج عالي جدا. وكل التكلفه اللي عليك هتبقى كلام فاضي، هتبقى اقول لك بس اضرب العادي واجمع واحد وينفعوا القص 4 بدل القص 2. هيكفي انك عملت مابنج رهيب جدا. دول بنسميهم كيرنل فانكشنز. واضحه فكره الكيرنل؟ اي حاجه مش واضحه بالنسبه لك في الكيرنل؟ واللي تحت ده اللي هو الكيرنل تريك. الله اكبر الله اكبر. تمام.